الاحلام وهو ده مع طارق علام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. وللسعاده عنوان ومكان برنامجكم هو ده هو ده. وفي شهر النصر في شهر اكتوبر بنكمل معاكم بعض اللحظات الجميله، بعض المقتطفات من حرب اكتوبر بنقدمها، تبقى هي النور، تبقى هي نبراس لينا. بس زي ما تعودتوا معانا بنقول بعض مش ابيات شعر، ولكن الامام الشافعي رحمه الله عليه كان يقول، وكلمة بقولها للشعب المصري، لكل أهلينا وناسنا، وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي في اليبس الفتاة قلوبا، كل الذين ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الأفاق، سر السعادة سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق، سر السعادة أقولها لكم مرة تانية، سر السعادة يبقى حسن ظنك بربنا، حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. أهلا بيكم، نبدأ فقراتنا على طول. تحتفل مصر بأعياد أكتوبر، وكمان في عيد القوات الجوية، معركة المنصورة اللي قعدت أكتر من 53 دقيقة بشكل مباشر فوق سماء المنصورة، تدرس في كل المعاهد العسكرية. فتحية للقوات الجوية المصرية، تحية لكل جنود وكل أقسام الجيش المصري، وتحية لقوات القوات الجوية اللي كان ليها دور بارز، دور كبير، اللي كانت معركة متكاملة، اللي كانت الضربة الجوية كان ليها دور، وهم عملوا هجوم علينا من قلب الدلتا في المنصورة، وكان النجاح حليف المصريين. بمناسبة المنصورة شفت صورة بقدمها، لان احنا دلوقتي في معركة التنمية. المنصورة الجديدة هي مدينة من مدن الجيل الرابع اللي بتعملها وزارة الاسكان. فاحنا بنتكلم على الحرب، احنا في حرب. حرب مع اداء الحياة، احنا في حرب مع التنمية، احنا في حرب مع الجهل والفقر والمرض. وفي صورة شفتها عجبتني لمدينة المنصورة وهي متنورة وهي شكلها كويس، المنصورة الجديدة. ايه الجمال ده؟ نفسي اشوف كل المدن كده. دي يعني لقطة المدخل، اظن كان في اكتر من صورة هنا. دي احدى مدن الجيل الرابع اللي موجودة في كل محافظات مصر. مصر في التنمية، في اشياء كثيرة لازم نقدمها، لازم نشوفها. بنتكلم على المنصورة الجديدة. برضو قبل ما يعني ما اسيب اخبار الحرب الجميلة وحرب اكتوبر والنجاح الكبير اللي حصل، واحنا بنتكلم على المنصورة برضو، احتفال القوات الجوية، لو عندكم يا جماعة في فيديو او في صور نشوفها، واحنا معاكم واحنا بنقدم التحية. ده كان في المنصورة هنا تكريم احد يعني بعض رموز القوات الجوية اللي موجودين مع السيد محافظ الدقهلية. صورة جميلة، المنصورة رمز لاحتفال عيد القوات الجوية. خدكم نروح برضو، احنا بنكرم في شهر اكتوبر ناس كتير. يعني في الحلقة الجاية هنقدم البطل المصري محمد المصري، وهنكلم على عبد العاطي صائد الدبابات. لكن الشهيد الحي انا قابلته من 20 سنة، وقابلته من فترة قريبة، عم عبد الجواد ابن الشرقية، عم عبد الجواد البطل المغوار الكبير اللي فقد اجزاء كثيرة من جسده وكمل الحرب. اللقاء ده بقدمه تحية لأبطال أكتوبر، وإحنا بنتكلم على الأبطال بجد، على النصر، على لما شفنا بعض بطولات في فيلم الممر، ده في حاجات كتيرة، آلاف القصص. نتذكر هذا اللقاء ونسلم على عم عبد الحي اللي ربنا يديله الصحة، وأتمنى أشوفه في كل الجامعات، في كل المدارس الثانوي، هو بيتكلم صوت وصورة. تشوف الراجل بلا أطراف وحارب إزاي وكمل إزاي. نعيش معاه وتكريمه مع برنامج هو ده. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما قلبك. بحبك يا مصر، يا مصر بحبك.
عزام شاهين الأبطال، البطولة، الأيام الجميلة، الأيام الذهبية في تاريخ مصر ما نقدرش ننساها، ما نقدرش نسيبها، لازم نمسك فيها في أيام أو الساعات اللي نحس فيها في ظلمة، في خيانة، في ناس بتتكلم إزاي تهد الوطن. نسيب ده ونفتكر أجدع ناس، أحسن ناس، منهم قصة الشهيد الحي، قصة عجيبة، قصة غريبة يدرسوها بره ولازم كلنا نعرفها جوه. ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك يا استاذ، وكل سنه طيبين يا فندم. كل سنه طيب يا حبيبي. فين التحيه العسكريه وفين قدم نفسك كده يا كبطل؟ قول للمشاهدين المكرمين حكايتك ايه؟ الشهيد الحي، في شهيد حي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم في شهيد حي، يعني انا مت وربنا احياني، فانا ضغط الشهاده فعلا. في حرب الاستنزاف سنه 69 انا من رجال الصاعقه، وكان في عمليه خلف الخطوط على بعد 35 كيلو. العدو متفوق علينا في حرب الاستنزاف، مطلوب تدمير هذه المنطقه الاداريه اللي هي كلها مجموعه مخازن. اصطادني طيار لوحدي من 19، طيار واحد جاني بقول بقى الكوت راجل انزل لي، هو مش سامعني، ترى سريع جدا، بعمل له انزلني كده، فهو فهم الاشاره، طبعا هو راجل عسكري برضه، فهم الاشاره ان انا بستهزا بيه، راح ضربني بصاروخ. صاروخ؟ ضربني بصاروخ ليكرمني الله سبحانه وتعالى في اعز واغلى مكان، سيناء الحبيبه، بخمس اوسمة وناشيد. بداي 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 اهل العروبه دمائي. امي يا سطار داخله المستشفى وانا اصغر ابنائها، وراح لها الخبر مبتور الساقين وذو عين داخل المستشفى حلمي العسكري في القاهرة هنا، داخلة عاملة على الباب المستشفى زفة بالزغرة. ابني البطل فين؟ ابني البطل فين؟ قلت لها انت اللي بطل والله. أنا سعيد إنك بتروح الجامعات والمدارس، بنقدم هذه البطولة، محتاجين أكتر، محتاجينه في أفلام تسجيلية، محتاجينه بدل القصص الهم اللي بنسمعها ونشوفها. دي البطولة اللي بجد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان. ده ايه الجمال وايه التضحيه وايه الحلاوه دي؟ القصه اللي بنقدمها في ثواني في دقائق دي قصه حياه، دي قصه كفاح، ازاي يفقد ثلاث اطراف من جسده، القدمين ويد، ويكمل الحرب. ده الشهيد الحي عبد الجواد سويلم اللي معانا على الهواء. بقول لك كل سنه طيب، وحشتنا جدا وقابلتك مرارا، كل مره باخد منك طاقه ايجابيه، بنتكلم على النصر. اهلا بيك وكل سنه طيب، وعيد اكتوبر مجيد عليك وعلى اسرتك. يا ربي على سيادتك مساء الخير يا شيخ طارق، عليك وعلى فريق الاعداد، وبقول لك كل طيب، ومصر دايما يا ربي في نصره ودايما في خير باذن الله يا رب. انا بتبارك بيك كل عيد كده، كل 6 اكتوبر لازم اكلمك واقابلك، بقالنا اكتر من 20 سنه، فانت قصه نموذج حي للكفاح، لروح اكتوبر، لكمان بعد حرب الاستنزاف وما قبل حرب اكتوبر وحرب اكتوبر، فربنا يديك الصحة. وعاوز اقول لحضرتك زي ما كنت بطلب في اللقاء، هل انت بتطلع محاضرات دلوقتي وبتقابل الشباب وتروح في قوافل الجامعات والمدارس، ولا الموضوع هدي شوية؟ لا، ما بالنسبة لي ما هديش يا استاذ طارق والله. انا امبارح كنت دعاني الدكتور محمد عثمان الخشت، جامعة القاهرة، امبارح كنت معاهم في جامعة القاهرة امبارح، والنهارده انا في اسكندرية لسه مخلص واصل خمس شهر دلوقتي، وان شاء الله بكره عندي 4 لقاءات والله بدون مبالغه، بكره عندي 4 لقاءات، ويوم الخميس عندي ان شاء الله لقاءين، ادرس مع ابو سويري ان شاء الله اسمع عليه يوم الجمعه، يوم السبت في امن السويس، يوم الاحد الامن المركزي اسمع عليه ان شاء الله، انا ما بقعدش فيه خالص. ما شاء الله، انت كم سنه يا عم عبد الجواد؟ 73 سنه يا حبيبي. 73 في حرب 73، ده يعني انا عاوز اقول لك انا يعني بقدمك للاجيال قصه اسطوريه، واتمنى قصه حياتك تبقى فيلم، يعني انا مش عارف، بتعجز الكلمات عن التعبير عن قصه كفاحك، عن استمرارك في انك تبث الروح الوطنيه. بقدم قصه عم عبد الجواد لكل الناس اللي عاوزه تشارك معانا في تكريم ابطال حرب اكتوبر من خلال هذا اقول ايه المقاتل المغوار. عم عبد الجواد، كان مره ليك لقاء اعتقد في بدايه لقاءاتي معاك، اللي كنت بتقول جسدك لجزء منه اتدفن، اتدفن فين؟ في سينا ولا هنا ولا فين؟ والله انا ساعه ما ضربت يا استاذ طارق بالصاروخ
يعني وانا هم حاملني الابطال طبعا انا ما بتول ساقين يعني ساق اليمين وساق الشمال مساعد الايمن وفقدت عيني اليمنى ضغط الانفجار بتاع صاروخ كانت في قاع الشبكه اليمين فانا وانا بكلمهم بقول لهم يا صابر يا عبد الفتاح اوعى تسيبوا رجلي ودراعي والسلاح انا مش عايز اسيبه في سينا لسبب واحد بس يعني ممكن عادي ممكن ياخدهم يعمل فيهم يعني بقي يعني يشهر بيهم وادي اشياء الابطال بتوعكم وشهر بيهم فانا ما رضيتش اخليهم زمان يسيبوهم عشان عادي ما يستفدش حتى بجزء من جسدي وخدوهم الابطال بعد ما شروني 11 كيلو من جوه سينا الى الغرب الخلال ثم 25 كيلو على نقالة من عند محطة التينة ما بين الأمطار وبين سعيد الأبطال شالوها هم ميرو عناية عبدالتاح عمران من اسكندرية صابر عوض من زفت غربية أحمد ياسين محمد من راس غارب شالوا النقالة 25 كيلو في طريق إجباري مع خلال السويس إلى بورسعيد دفن الساقين بتعليمات من الزعيم عبد الناصر قالوا يا فندم لا تم بنجاح ويجا واحد من الرجالة 19 من يعني ما خلاص شنطط يا الله قالت فيها في غبر الشهداء فالدبر في غبر الشهداء بورسعيد وبروح كل سنة أقعد أخوص المقابر واعد مع زمان الشهداء واعد مع نص الميت وقال له إن شاء الله أنا جاي أندفن معاك هنا عشان عظمي يتم على بعضه وداني داء إلى سيادة الرئيس السيسي بقول له لو تكرمت عليا مش طالب حاجة غير إن حين وفاتي أن أدفن مقابر الشهداء بورسعيد مع نص الميت ربنا يديك الصحة وبتقول شايلين 25 كيلو يا جماعة ده كان فيه بطولات أسطورية الإبهار اللي حصل من فيلم الممر ده جزء قليل من قصص كثيرة عظيمة منها قصة عم عبد الجواد سويلم وبرضو الكل اللي راغبين في المشاركة معانا في تكريم أبطال أكتوبر أنا معايا على الهاتف السيد فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد اتصل دلوقتي وكابتن فكري أهلا بيك اهلا مساء الخير ازيك يا استاذ طارق طبعا احنا معانا بطل من ابطال اكتوبر من ابطال الجيش المصري اللي فقد ثلاث اطراف من جسمه ما عندوش الا ايد الشمال على ما اعتقد ومعانا على الهاتف دلوقتي وانت عاوز برضو نشارك معاك في النادي هنا في الشيخ زايد اتفضل عاوز تقول له ايه اولا انا بقول للشهيد الحي الاستاذ عبد الجواد سويلم يا اهلا وسهلا وكل سنه وحضرتك طيب انت شرف لكل مصري وكل شباب مصر طبعا وكل رجال مصر كل التحية والتقدير من نادي الشيخ زايد وبنتشرف يوم الخميس الساعة 7 مساء انك تشرفنا في حفلة بمناسبة 6 اكتوبر حفلة كبيرة جدا ان شاء الله تشرفنا فيها لتكريمك ودي اقل حاجة نقدمها لسعادتك ان شاء الله انا ومجلس الادارة الاستاذ هشام سلطان والاستاذ محمد طلعت يعني بنقول لك كل سنة وانت طيب وفي انتظارك وان شاء الله بيحكي حكايته برضه للابطال وللاجيال الجديده يعني ابطال الرياضه اللي عندك والاجيال يسمعوا الحكايات الغير عاديه دي ده شيء عظيم يعني وانا بشكرك انك تواصلت معانا والله انا ان شاء الله يحضرنا برضه الاستاذ حمدي الكنيسي انت عارف ان هو محرر كان في حرب اكتوبر طبعا كان ليه دور عظيم طبعا استاذنا واخويا الفاضل طبعا وان شاء الله انا بقول الدعوه على الهواء مباشره للاستاذ عبد الجواد سويلم ان احنا في انتظارك وتشرفنا عشان تلقي ان شاء الله تكريم يليك بمقامك الغالي وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. عم عبد الجواد انت معانا على الهواء؟ كلها بخير يا رب. احنا عاوزينك تبقى معانا في الشيخ زايد نادي الشيخ زايد يوم الخميس ان شاء الله وبرضه كل الراغبين لو جات لنا رغبات من نوادي من اماكن هبلغها لك ودايما حسك معانا كل سنه. دايما انا ببقى سعيد مجموعه من الابطال الاساتذه العظام بنقول لهم تحية سلام للجندي للمقاتل المصري اللي ملوش مثيل شكرا ليك عم عبد الجواد وكلمة أخيرة منك للشعب المصري في عيد النصر في عيد النصر بقول لهم للشعب المصري كله خصوصا أبنائي وحاري الشباب خلي بالكوا من الحرب النفسية والإشاعات والفتن خلي بالكوا ضيعت دول عظيمة قوية جدا زي العراق وزي سوريا وزي فلسطين وزي ليبيا وزي السودان وزي اليمن بقول الشعب المصري العظيم كله بالكامل والشعب العربي اللي سمعين الآن دلوقتي خلي بالكوا ما ضيعناش غير الحرب النفسية والفتن والإشاعات أنا أستاذ طارق كنت موجود في سينا يوم 5 يونيو وإجا الأمر بانسحاب وانسحابنا عارف ديان قال إيه موسى ديان وزير دفاع سينا ليه؟ طبعا عبد الناصر يعرف نمر تليفوني حرب نفسيه رهيبه برضه ما تقول مصر لم تقوم لها قائمه قبل 50 سنه جيش الدفاع الذي الاخر قاتل الذي الاخر قهرناه باذن الله وفضل الله واحنا اللي يظهر بنا
المره دي والله ما هنضربه سلاح، هناكله اكل باسناننا، هناكله زي اللي زي الانجليز ما عملنا فيهم وقبلهم الفرنسيين والتتار والهكسوس. ان شاء الله اذا ربنا هي مقبره لكل غازي وكل ما طلع علينا. شكرا ليك الشهيد الحي البطل المقاتل عبد الجواد سويلم، شكرا ليك مع برنامج هو ده في الشهر ده يا جماعه، فرصه نشوف ابطالنا. يعني اتمنى كل الشاشات تاخد كل الابطال وهم بالالاف، هم كسر فيهم ما شاء الله ناس لسه عايشه. مش عاوز اقول لكم ده كنز، ده كنز متحرك، الراجل اللي فقد ثلاث اطراف ولسه لغايه دلوقتي بيروح يدي محاضرات. ان شاء الله احاول اقابله الخميس لو ربنا يسر. انا ببقى سعيد جدا بهذه البطولات. بكمل معاكم واحنا في الجزء الاول بنعيش مع بعض الاخبار السريعه، اقدمها لكم بعض الحاجات، لكن في الجزء الثاني هنتكلم على قصص بقى من راجح وتلا والحاجات اللي الصعبة. من الحاجات الحلوة الفيلم الجميل اللي عملته السياحة المصرية وزارة السياحة، وانا قابلتها في سانت كاترين منذ عدة ايام على قناة CNN، فيلم جميل. هنشوف جزء صغير ونكمل معاكو هو ده. ابعتونا على طارق علام تي في، اتواصل معاكو على الهواء مباشرة، نشوف اجمل جزء بيتقدم في مصر 2019 في السياحة المصرية عامل ازاي. He's an old friend. Thank you, Nicola. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السياحة المصرية بتستعيد عافيتها وبعض الأرقام قربت ما قبل 2011. ده جزء من حملة كبيرة طبعا فيها محمد صلاح وتأثيره بره تأثير رهيب. الصور والفيديو اللي عمله في الغردقة وهو بيصطاد، لا تخيلوا عمل مع الإنجليز إيه. أعتقد الفيلم ده هيبقى ليه مردود طيب. الفقرة الجاية خبر عن جائزة لباحثة في إيطاليا، بحيث مصرية بتاخد جايزة عن بعض البحوث عن المياه. احنا دلوقتي دخلنا في حرب المياه، ومعروف من زمان يعني هنري كيسنجر كان قال انه نيكست وور هو حرب المياه، وناس كتيرة اتكلمت على ده منهم الاستاذ هيكل من سنوات طويلة. انا ارجو بقى واحنا بنشوف الباحثة دي اللي كرمت في ايطاليا، ده سافرنا في روما بيكرم الباحثة. أرجو من وزير التعليم العالي، وزير التعليم، وزير الشباب، وزيرة التضامن، الجمعيات، النوادي، المدارس، الجامعات، المعاهد البحثية. شفنا المشكلة بتاعت أثيوبيا والمية، وبنشوف أنا شخصيا بتعرض أن بيجي لي مثلا آلاف الأفكار معرفش صح ولا لا من مخترعين. لازم نعمل حلقات بحث إزاي تعمل مياه بديلة. يعني كنت قابلت دكتور هاني الكاتب، هاني الكاتب ده من ألمانيا واعتقد كان في المجلس الرئاسي، قابلته من ثلاث سنوات أو أربع سنوات، هو أستاذ الغابات في جامعة ميونخ أو في إحدى الجامعات في ألمانيا، بيتكلم على إنك إزاي تجيب المطرة، إنك تزرع شجر فبيطلع النتح وبيطلع البخار ده فبتنزل لك مطرة. إزاي بقى نعمل حاجات زي دي؟ كل السبل والأبحاث العلمية، ويتعمل مؤتمر علمي في الوقت القريب ونقول لشبابنا لو عندك فكرة لتوفير المياه لتوليد المياه. لانه في انا شفت مرة جهاز صيني بمية دولار بينزل لك، بياخد البخر بتاع المياه ده بينزلوا لك حوالي ازازة مياه في اليوم من الهواء، من النقط اللي بتنزل الصبح الندى ده. وشفت في العريش واعتقد دي كانت حاجة جاية من دولة تانية، انه بيحطوا الزرعة الشجرة في برميل وخرطوم، فبياخد المياه اللي بتنزل بتاعت الندى دي يسقي بيها
النخلة أو الشجرة، محتاجين أفكار غير عادية، محتاجين أفكار بسيطة كل شبابنا يشتغل. من الصورة اللي شفتها للباحثة في إيطاليا، أتمنى اللي احنا نشوف ألاف هنا في مصر بيقدموا الأبحاث دي، ناخد منهم 10 20 30 40، وأكيد هنلاقي. ده الخبر الأول. الخبر الثاني، تلاجة الخير في المنصورة، شفت الصورة دي، دي موجودة هناك، كاتبين حتى خد ما يكفيك واترك لغيرك، طعام نظيف مجانا. دي في إحدى شوارع المنصورة، دي تلاجة. أتمنى ده استمرارا للدعوة بتاعتنا اللي كنا بنقولها، اللي احنا نعمل زي بنك الطعام اللي يبقى مطاعم، اسمها مطاعم مصر. وكنت قدمت مطعم بتاع الدكتور حمدي طه اللي موجود قدام استاد المقاولين العرب، كلمني بعد الحلقة وقال لي ان هو عاوز مكان تاني، واختار منطقة زي منطقة المقطم، وبيناشد محافظ القاهرة ان ياخد ارض ويبني عليها هناك، لانه في منطقة هناك بتاعت يعني اهالينا بالالاف ممكن يستفيدوا من هذا النوع من الخدمات الاجتماعية. لو الدكتور حمدي طه معانا يا جماعة نتواصل معاه. دكتور حمدي اهلا بيك، وانا سعيد. ونزلوا يا جماعة جزء من اللقاء كده، الصورة بس وانا بكلم مع الدكتور حمدي. دكتور حمدي اهلا بيك وسعيد بمشاركتك معانا على طول يعني. يا دكتور. ازيك يا طارق بيه، ازي حضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك وعلى الصورة، وانا باكل اهو معاك في المطعم. والدكتور حمدي استاذ الاعلام في جامعة الازهر، اللي لابس جلابية، ده اللي لابس جلابية بيضة ده. دكتور بعد ما زعنا اللقاء ده، حضرتك عاوز تقول ايه؟ والله يا ريت لو انا كنت عرضت على سيادتك لو احنا نشوف مكان مثلا في حته زي المقطم، باعتبار انها يعني منطقه شعبيه، يعني حطيتها في نعمل عليها شادر ونعمل فرع هناك، يعني الناس تاكل عيش برضه. انت عاوز تعمل شادر زي ده، ولا ممكن مثلا لو في جمعيه تتعاون معاها، ولا انت عاوز تبدا تبقى شادر؟ شادر شادر بس كده ونقدر طب المطبخ هيبقى فين؟ يبقى برضه يتغطى يعني، ولا يبقى مكان مفتوح؟ لا ده هيبقى مكان مفتوح، يشتغل من الساعة 6 لغاية الساعة 8 مساء. انت حضرتك في المطعم اللي موجود قدام استاد المقاولين بتاكل يوميا كم مواطن؟ احنا كل الوقت حوالي ما بين 5 ل 6000 يعني. يوميا 5 6000 مواطن؟ وطلبة مدارس الصبح حوالي كم طالب بيجي لك؟ طلبة مدارس وطلبة الجامعات والطلبة اللي ساكنين بتوع الجامعات اللي ساكنين برا، والموظفين بتوع المستشفيات، والناس بتوع الدويقة وعزبة بخيت وعزبة العرب، يعني بيجينا ناس، ومن السيدة بتيجي ناس، وناس بتيجي من العباسية أسر. يعني حضرتك بتعمل 6000 وجبة أو 7000 وجبة يوميا؟ وأنا كمان عايز نقول للناس اللي بتقول لحمة غالية، يجوا ياكلوا كل يوم لحمة، هيتغدى لحمة ويتحشى لحمة. وحضرتك بتقدم وجبة ولا وجبتين؟ انه نقدم وجبه الفطور، ودي بتبقى يعني في الغالب فول وطعميه او عدس يعني، او جبن وسلطات وبتاع. ده في الصباح انا اكلت عندك فول وطعميه، وكان في غدا شفت اللحوم والحاجات الحلوه دي. ده بنبدا من الساعه 6 لغايه الساعه 12، ساعه اذان الظهر بنبدا في الغدا. الغدا دايما بيكون طبيخ ولحمه يعني، او سمك يعني على حسب، او فراخ على حسب الموجودة. شوف انا يعني ايه، دايما البركة في هذا الارض المباركة، ربنا يبارك فيك. وبضم صوتي لصوتك السيد محافظ القاهرة، لو يتم التعاون مع مؤسسة الدكتور حمدي طه وتتعامل المائدة هناك بشكل مستمر لأهلينا وناسنا في منطقة المقطم. كان في مساكن اسمها مساكن الزلزال يعني. حضرتك عاوز تضيف اي حاجة تانية دكتور حمدي طه؟ لا هو بس يسمحوا لنا بحته ارض بس نعملوا عليها شادر، ونطبخ الاكل عندي في انا عندي المطبخ جاهز يعني، ونوديه ضيف هناك يا رب الناس يعني. انا هتابع معاك والله يا دكتور، وهتابع مع مكتب المحافظ، وان شاء الله يبقى في خبر كويس. واتمنى منك انك تشوف في كل محافظه لو جماعه تتعاون معاها، بس يعني 5 6 فروع ولا حاجه، لغايه لما هم يعتمدوا على نفسهم يعني. هم بس احنا يعني نغطي القاهره، وبعد كده انا عامل في اسماعيليه، خلي بالك يعني برضه الحمد لله موجود يعني. في هناك برضه فرع هناك في الاسماعيليه؟ في منطقه التل. كم واحد بياكل يومين في الاسماعيليه؟ ده اسماعيليه ما بنعملهاش يوميا، انا بعملها ايام معينه يعني في الاسبوع. ويعني بيحضر عدد كبير مش بسيط يعني.
ما شاء الله عليك يا دكتور. شكرا للدكتور حمدي طه اللي عنده المؤسسة بتاعته مطعم امام الساد مول العرب، وبيقدم نداء للسيد محافظ القاهرة يبقى في مكان عشان يخدم منطقة مساكن الزلزال في المقطم، وهي مليئة ببعض اهالينا وناسنا اللي ممكن نسد حاجتهم وممكن يعني يحصل تعاون ويكونوا محتاجين هذه الخدمة اللي اتمنى تكون موجودة في كل قرية في كل مدينة في كل حي. الخبر اللي بعد كده صورة جميلة، شفت احتفالية بمناسبة اكتوبر، عايزين في كل المناسبات يبقى فيه كده الموسيقى العسكرية موجودة في المتحف المصري والأجانب بيصوروا، ده حاجة بسيطة حاجة جميلة، اللمسة الحلوة دي هنشوفها واكمل معاكو مع هو ده. صورة حلوة جميلة. نكمل معاكم بقى الحاجة الأخيرة قبل ما نخش على الجزء الثاني. الجزء الثاني هتكلم على قضية تربية أولادنا من خلال قصة محمود وراجح، لكن النهاردة انزعجنا كلنا بخبر الحريق الهائل الفظيع في غابات لبنان اللي هز الوطن العربي، وكمان عرفت انه في سوريا في بعض ثلاث مناطق موجودة هناك، والناس كان بتدعي، حتى كان في مذيعة بتقدم بتغطي ده، وبكت بكاء مرير هزت الوطن العربي النهاردة، والكنائس كان بتدق صوت الأجراس والمسلمون في كل المساجد بيدعوا، وحصل النهاردة شبه معجزة الساعة 5:30 انه طبعا حصلت رياح رهيبة رياح عجيبة في غير موعدها، والطيران وقف لانه كان في طيران بيطفي، وحتى جه طيران من سوريا يعني من ضمن اللقطات الجميله المشاركه العربيه، وتوقفت دي البنت وهي بتعيط اهو، لكن حصلت معجزه الهيه النهارده انه الرياح والامطار نزلت فطفت النار بنسبه 70-80% الساعه 5:30، شيء يعجز عن وصفه اي بني ادم، دي قدره الهيه لانه دي الطبيعه. تعرفين اللي حصل في البرازيل اثر في العالم كله، وحصل في لبنان وهي شيء جميل هز قلوب العرب. فالنهارده بالدعاء بالناس الطيبه النار دي اطفئت سبحان الله. واحنا في الايام الصعبه دي بنشوف الهجوم العنيف التركي على اهالينا في سوريا، وتشريد اكثر من 265 الف سوري حسب احصائيات الامم المتحده، وفيهم اكثر من 75 الف طفل. حاجات صعبة جدا، واللي بيحصل في كل الدول العربية المحيطة بينا والحروب الصعبة اللي بنشوفها دي، لا نملك إلا الدعاء لمصر، الدعاء لأهلينا وناسنا في كل الوطن العربي. كنا بنتكلم على احتفال أكتوبر، كان كل الدول دي عاملة كده ووقفة كده، العدو العدو بجد فرقهم مزقهم خلاهم هم مع بعض. اسمعوا كلمة الحرب بالوكالة، ده اللي حصل ده اللي حصل، وهتلاقي مش عارف تركيا فتحت سجون عشان تطلع بتوع داعش، بتهدد بيهم اوروبا وعاوز تبعتهم سينا وليبيا، حاجات لا يصدقها العقل ولكن حصلت. ربنا ينجينا، لا نملك الا الدعاء لهذه البلد بالامن والامان. سامعين عن كل المخاطر اللي جايه من سد النهضه، انا كمواطن مصري لا املك الا كلام ربنا، ادخلوها بسلام امنين. نفسر المعنى ده ونشوفه. والنهارده عندنا لقاء في سانت كاترين، رحت في المكان اللي ربنا تجلى فيه في هذه البلد. لما تروح هناك تحس بقيمه هذه البلد. اشوف برامج كتيره اللي بيحاول يهد او يهدم او يطلع اشاعه او يعمل، بحس انها صغيره، بحس انها لن تنال من وحده ومستقبل هذا الشعب وهذه البلد. يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ بلدي.
البلاد العربية. لو شفت الأمر وتقرأ كل الإحصائيات لازم تبكي، لكن عندنا في حاجات بتشغلنا من كورة وبرامج وفنانين من بره وجوه ورقص وحاجات كتيرة قوي. الواقع مرير لكن المستقبل بإيد ربنا، فبنقول له يا ربنا أنت شايف اللي بيحصل هنا من هدم من كل حاجة صعبة في حياتنا. وهكلمكم من قلبي على قصة راجح اللي قتل محمود. القصة دي موجودة دلوقتي في كل شارع، أنا مش هتكلم على تفاصيلها، هتكلم كمصري محتاجين إيه دلوقتي، محتاجين كتير قوي. بعد الفاصل هقابلكم وابعتولي دلوقتي على طارق علام تي في كل رغباتكم وكل آرائكم، وإحنا بنتكلم في موضوع مهم إزاي الشعب ده يبقى دايما إيد واحدة. فاصل نكمل معاكم، للسعادة عنوان ومكان برنامج هو ده. رجعنا معاكم مرة تانية وبتكلم في موضوع يهم الأسرة المصرية والأسرة العربية. اوعى تفتكر قصة راجح دي هي قصة يعني منفردة او ده ما حصلش الا مرة ولا بيحصل بس على سبيل الاستثناء، لا منتشرة منتشرة. ونرجع اسبابها ايه؟ الدلع، الفساد، الفساد في الأسر. لازم يبقى في نوع من انواع القسوة مع اولادكم، اخشوشنوا. الرسول يعني وصانا بكده في تربية الأولاد. هوريكم صورة مؤلمة، هي طبعا صورة عربية مش مصرية، تبين احنا وصلنا لإيه. طبعا بالإضافة اللي بيحصل في الميديا أو من بعض الأفلام، لكن تربية الأولاد بنوع من أنواع اللي بنقول عليها إيه، مش دلع، لا أنت بتخربهم. الصورة دي بألف كلمة، الصورة دي موجودة في كام بيت، دي أوز اللي زيها. شوفوا الطفلة اللي عمرها عدة شهور، ما كملتش سنتين ثلاثة، نشوف المصيبة بتاعتها مع أبوها ودلعها. الطفلة اهي وبتشاور لأبوها مش عاوزة بزازة ولا أكل ولا شرب، عاوزة تشرب الشيشة من أبوها. عرفت راجح جاي منين؟ راجح جه من الدلع ده، الدلع جوه البيوت. شوف البنت بتشد الشيشة ازاي، يا دي المصيبة علينا وعلى اللي حصل لنا. ده اللي حصل من كل البرامج المستوردة اللي جات لنا، ده اللي جه مسابقات الاغاني والعك وانك تقعد تعمل. شوف البنت بتشد الشيشه ازاي، كم واحد بيعمل كده في بيته، كم واحد سايب ابنه سايب بنته اللي بيشتم ويعمل. دي مأساة، من هنا بتبدا المأساة وتبدا قصتنا. قصه راجح دي موجوده في كل شارع، هتلاقيها في بيت واثنين وثلاثه، هتلاقيها في اسره واثنين وثلاثه. زي ما كتب والله اعلم ان الام بتحبش البنات وبتحب تدلع ابنها وابنها مش عارف ايه. انا طبعا مش عاوز اخش في تفاصيل القضيه، بس ممكن ننزل بعض الصور ونتكلم ونقول انا ضد انه منع النشر في كثير من القضايا، ولكن بوعي. انا كنت في كليه الاعلام في جامعه كاليفورنيا من سنوات طويله، وكان في نقاش هناك، كان في لاعب بتاع لعبه البيسبول مشهور اسمه جي سيمسون، كان متهم بقتل مراته. طبعا دي الشطات بتاعت قتل محمود رحمه الله عليه، وهو بيجري اهو، وهو بيجري هم بيجروا وراه. هذه الصوره بألف كلمه. خلاص وقفوا الصوره دي يا جماعه، وقفوا الصوره دي، شيلوها شيلوها بعد اذنكم. المهم تناقشنا مع اساتذه الاعلام في كليه الاعلام جامعه كاليفورنيا، بقول لهم يعني انتوا ازاي طيارات بتاخد المتهم طالع من السجن رايح المحكمه؟ قالوا احنا بنقدم ده بوعي في القنوات هناك عشان الناس تعرف اسس العلاقه الزوجيه تبقى ازاي، التفاصيل القانونيه، انت لو متضايق مع زوجتك تقتلها ليه. الحاجه الثالثه وده المهم، ان يحصل لك وعي. يا عم انت متخانق ولا عامل، امسك اعصابك. اذا لو قدمنا رساله اعلاميه بوعي انك ازاي تربي ابنك او بنتك من خلال بعض القضايا زي دي، ده واحد. اتنين، الثغرات القانونيه اللي موجوده. هل راجح ده اللي ما ينطبقش عليه القانون لانه اقل من 18 سنه، هل ممكن نعمل نقاش مجتمعي انه يطبق القانون يبقى السن بتاع البلوغ او نبقى مسؤول مسؤوليه قانونيه ينزل ل 17 ينزل ل 16؟ ده مسؤوليه مجلس النواب. ده اتنين. ثلاثه، عملنا ايه حمايه للاسره اجتماعيا؟ مش فلوس، مش اسعار، مش اكل، مش شرب، كلام. ده الوعي اللي احنا محتاجينه. انت مش عاوز وعي فيلم الممر فقط وانه يحب بلده، لا لازم يحب مراته.
وحصل خناقه مع مراته يعمل ايه؟ والبلاوي اللي شفتوها والطفله جنى واللي حصل من جدتها اللي خدت 3 سنين، كل هذه المشكلات محتاجه وعي، محتاجه اعاده ترتيب، محتاجه الدوله تتدخل. انت مش اكل وشرب، انت بتبني انسان. المجلس القومي بحسن اجتماعيه اللي ما بسمعش صوته يطلع يتكلم، دي قضيه عامه ولا حاجه استثنائيه؟ الاخوه اعضاء مجلس النواب المختصين بهذه القضايا تناقش الموضوع. صعب. انا بقرا على الفيسبوك موضوع بتاع الاحوال الشخصيه ده، ومدخلين فيه شيخ الازهر، مدخلين فيه النفقه، مدخلين فيه حق الرؤيه، مدخلين فيه الام والام البديله، وثلاث ساعات كل اسبوع. كل هذه القضايا محتاجه اعاده ترتيب. راجح ده موجود في كل مكان. كان عندنا اخبار ان مش عارف شبرا مصر كان موجود دوت، في دمياط حصل، في المنصوره حصل، اكتر من 12 قضيه من هذا النوع هذا الاسبوع. ده موضوع صعب. وبورسعيد طالب مش عارف ايه موتوه، ده لسه امبارح. لو احنا يعني هنتكلم على القتل والحاجات دي هنعمل 60 ساعة، وانا ضد البرامج تعملها مبكاه، لا اعملها بوعي. انا بعمل القصة دي ليه؟ عشان الاسرة تنتبه، ربي ابنك كويس، علم ابنك كويس وبنتك في المجتمع، هناك تحصل مساواة. ما ينفعش التنمر ده بنت بواب ولا ابن بواب، ولا اللي موته المدرس اللي قال كلمة للأب فمات. كل هذه المشكلات دي قضايا موجودة يا جماعة. راجح ده قدم لمصر هدية انك افتح الملف ده بعناية، ان الدولة رئيس الوزراء يجيب وزيرة التضامن، وزير الأوقاف، المختصين، حوار مجتمعي. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين كتير قوي. ايه المصايب اللي عمالة تطلع دي؟ قضيتنا مش اكل وشرب، مش مدرسة، مش مستشفى فقط، لا، ابن الانسان اللي انهار. كلنا نعترف السنوات الاخيره في تسيب. هكلمكم على الادمان دلوقتي واقول لكم التذكره ب 700 جنيه في سنه 2010 و2011 تذكره الهيروين دلوقتي ب 70 و100 جنيه. مين اللي مخفضها؟ ما دي حرب، حرب داخله عليك، وعلميا واعلاميا ودوليا بتمسك 10% 90% بتسرب عندك 10%. كل هذه القضايا بقدمها للدوله. لو في اخبار عندنا يا جماعه من الصور اللي كانت موجوده، ايه الاخبار دي؟ انا لو عندي مليون خبر هقدمه لكم دلوقتي. انا على الصفحه وبيجي لنا ناس كلها قتل قتل قتل، واحد بيختلف في القهوه اتخانقوا معاه موته، مش عارف ايه موته. ايه اللي حصل لنا ده؟ العنف ده اسبابه ايه؟ خلي بالكم، انا من سنوات قدمت ده وقلت يطلع قانون البلطجه، وطلع قانون البلطجه. احنا محتاجين تشريع لإعادة الحياة اليومية سواء جوه البيت أو بره البيت. ونتكلم تاني، نقول السن دي مناسبة نخليها 17 ولا 16 ولا هي 18، عشان دي حاجة دولية. وبعدين في قصة راجح دخل النائب العام وطلع بيان ونزل قضية مستعجلة، والناس من الناحية التانية عمالين يبعتوا حاجات، مفيش طمأنينة. اطمئنوا، ده النائب العام بنفسه متدخل في ده. بلدنا بتمر بحالة نفسية أنا مش عارف إيه ده، إحنا أول مرة نشوف ده. لازم نصحى ونخلي عينينا كده. أنت عاوز بحث اجتماعي، بحث نفسي. البلد دي فيها خير، البلد دي فيها طاقات، لكن الروح اللي طالعة دي خبيها، صغر كل شعور الغضب ده بالعلم، بالتشريع، بكلمة الدين، بالنادي. واللي بيحصل في الكورة والخناقات ده، ما هو ده عمل لنا مشاكل. واحنا عارفين دخل جمهور، ايه اللي حصل؟ الشعب ده كله امل، الشعب ده انزل شوف الصبح ورايحين المدرسه عينيهم فيها بكره المنوره، فيهم حاجات كتير قوي. وهتفتكر لما اتكلم على شركه مخدرات بلد كلها مخدرات، لا دي حاجه صغيره، بس احنا نفسنا كله يبقى 100 100. والام محمود اطمني، بلدي قويه، النائب العام ملف عنده، اطمني انت وام محمود ويا ام راجح اللي ما ربيتيش ابنك، انت وكل واحد ما ترباش هيتربى بالقانون، مفيش فساد. وهتفتكروا انه هيجيبوا ده ولا ده ولا ده. انت عارف يعني ايه بيان من النائب العام نفسه داخل في قضيه زي دي؟ اطمنوا وخلي عندكم ثقه في بلدكم. لكن الاهم من كده، رب ابنك اللي نازل يضرب ويعمل ايه ده؟ مش دي مصر ولا دول ولاد مصر؟ البطل اللي جبته ده ولاده، انتوا ولاده.
نروح لقصة تانية. بحيي السيد رئيس الجمهورية، بحيي كل المسؤولين. قدمنا من شهور والثلاث الماضي كانت لقطتنا لإنقاذ مواطن مصري علي أبو القاسم اللي محجوز في المملكة العربية السعودية. الحمد لله بعد ما قدمنا النداء يوم الثلاث مساء بالليل في الحلقة، صباحا كان في مفاجأة سارة. هنشوف فيديو بعتته ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم ابن أسوان، هنشوفه ونكلمها تليفونيا من خلال برنامج هو ده. السلام عليكم، أنا خارجة النهاردة عشان أطمن كل المصريين اللي وقفوا جنبي. أنا بطمنكم إن السيد الرئيس بنفسه تدخل في موضوع جوزي. أنا بشكر السيد الرئيس اللي تدخل في موضوع جوزي، وكان في سرعة استجابة منه لإسماء صرختي أنا وأولادي، وسرعة التدخل منه في قضية جوزي بتوجيه منه لوزارة الهجرة والنائب العام ومتابعة مباشرة القضية في المحكمة العليا. أنا بشكرك يا سيادة الرئيس الأب الرحيم الحنون لكل المصريين، وبشكر طبعا كل الشعب المصري والوطن العربي الطيبين اللي وقفوا جنبي فعلا قربا وقالبا لحد ما وصلوا صرختي وصوتي أنا وأولادي لسيادة الرئيس. وبشكرك طبعا يا استاذ طارق عمام، لان بعد المداخله اللي عملتها مع حضرتك يوم الثلاث اللي فات، يوم الاربعاء على طول اتصلوا بيا ناس كتير وطمنوني واكدوا لي ان سياده الرئيس اتدخل بنفسه في القضيه. وشكرا لحضرتك جدا ان من خلال برنامج حضرتك وصلت صرختي وصوتي لسياده الرئيس، وان حضرتك ما تاخرتش عليا كانسان قبل ما تكون اعلامي. اول ما رحت لحضرتك ولجأت لك بجد ما تاخرتش عني. وبطلب من حضرتك وبطلب من الشعب المصري كله وبطلب من حضرتك يا استاذ طارق ان حضراتكم كلكم تكملوا معايا المشوار لحد النهايه، لحد ما جوزي يوصل مصر بالسلامه ان شاء الله. وانا عارفه ان انتم مش هتسيبوني وهتفضلوا معايا للنهايه. انا بشكركم كلكم، بشكر كل انسان وقف جنبي. احنا بنشكرك، انت مثال للمراه المصريه المكافحه. لولا انك سعيتي وانا قابلتك من حوالي 10 شهور، قابلتك في شهر ديسمبر الماضي، انت انسانة جدعة، انت دي المرأة المصرية، دي الست الصح، ما سابتش قضية جوزها وراحت لكل الناس واتكلمت وبعتت هنا وهنا، والحمد لله صورتها غير الصورة اللي قبل كده. لو عملنا بس الفرق، فرق كبير جدا من واحدة تتلهف اي طوق للنجاة الى ان ربنا اراد تدخل السيد رئيس الدولة اللي بشكره، لانه بعض الناس بتستغل ده. لا، مصر في الوقت ده شكل جديد واداره جديده. سيده ابتسام اهلا بيكي وبحييكي وبارك لك مقدما يعني. الله يخليك يا استاذ، شكرا خاص لحضرتك، يا ربنا يبارك لك يا رب. حضرتك اول ما تبنيت القضيه يعني كانسان مش اعلامي، ربنا يبارك لك يا رب يا استاذ طارق. انا بشكرك، وكنت قابلتك اول مره كان معاكي واحده متطوعه كده برضه بشكرها، لكن الحمد لله صوتك دلوقتي غير المرات اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين، انا اطمنت خاص الحمد لله يا رب لما اخبروني الحمد لله ان سياده الرئيس بنفسه اتدخل في موضوع واعطى توجيهاته لوزاره الهجره والنائب العام من هم يبشروا قضيه جوزي بنفسهم في المحكمه العليا، فربنا يبارك له يا رب الاب الحنون لكل المصريين. وانا كنت متاكده ان الموضوع لو وصل سياده الرئيس مش هيسيب جوزي غير ما يخرجه بالسلامه ويرجعه الى ارض الوطن سالم غانم، فشكرا فعلا للاب الحنون لكل المصريين، ربنا يبارك له ما يحرمناش منه ابدا. وشكرا يا استاذ طارق لحضرتك ولكل المصريين اللي وقفوا جنب الوطن العربي كله. ربنا يكرمك. وكان كتير نزلت على الفيسبوك بغزاره، بقيت اقول يا رب انا بضم صوتي لصوتهم. لكن هل تم التواصل مع زوجك مثلا؟ كلمتيه او بعت لك رساله او حاجه؟ كلمني يا استاذ طارق، والحمد لله رب العالمين هناك كويسين معاه خالص، ويعني وبجد يعني مهتمين بيه جدا مع تدخل الرئيس، ربنا يبارك له يعني الحمد لله. وهو فرحان ومبسوط الحمد لله. انا طبعا مش قادر اقول لك احساس ان واحد يعني كان مقبل على حكم الاعدام لما يجي له بقى تدخل من دولته من رئيس الدوله يشعر هنا بمصريته، مصر 2019. ومش رئيس دوله بس يا استاذ طارق، ده اب حنون، اب حنون لكل المصريين داخل وخارج مصر، ربنا يبارك له يا رب. انا بشكرك، ويعني قلت كلمه في الرساله مش هنسيبك معايا للنهايه ان شاء الله. انا متاكده ان حضرتك هتفضل معايا لحد ما جوزي يجي بالسلامه ان شاء الله، حضرتك وكل المصريين وكل الوطن العربي ان شاء الله. احنا معاك ان شاء الله. بصي لي بناتك كلهم، هم بنتين ولا ثلاثه؟ لا بنتين وولد. طيب سلمي لي عليهم، وان شاء الله قابلك في القاهره مع المهندس علي ابو القاسم في القريب العاجل باذن الله. ربنا يخليكم يا حنان. مبروك يا استاذ طارق، ربنا يخليك، الله يبارك فيك، تسلم يا استاذ طارق. مبروك، دي اختنا في الوطن، دي اللي
قالت فين البلد، فين الدولة، فين رئيس الدولة، فين كل حاجة. كل حاجة اتحققت، ودي بلدنا اللي احنا عاوزينها تبقى كده ان شاء الله. في قصة حزينة كنا بدأناها بمأساة، وبعدين حصل فرحة، وبعدين حصل مأساة تاني. تفتكروا أم صبري اللي كانت غايبة بقى لها 10 سنين، صبري ده من منيا وبعت لنا رسالة، وبعدين كلمني انه عثر على والدته، فتواصلنا مع جمعية انا انسان، فكانت عند سيدة نفيسة، وراحوا جابوها من عند سيدنا الحسين. حصل طبعا يعني كان يوم صعب جدا، وراح للشرطة قعدت اتابعهم، وبعدين راحت الدار. عظيم مشاهد يا جماعة نشوفها. والست بعد ما رجعت اهي المشاهد اهي، الست دي عايزكم تشوفوا صورتها كمان، هتشوفوا الصورة دلوقتي. طبعا كانوا ماشيين، هي عندها حالة نفسية، واحد فاعل الخير تعرف على الست عند منطقة سيدة نفيسة، وكان منزلين طبعا تليفون صبري ابنها على البرنامج، فتواصلوا مع صبري. والست بعد يوم كامل، يوم كان كله معاناة، تم ان هم يعني سيطروا عليها، لانه هي طبعا في حالة نفسية صعبة يعني. وبعدين راحت الدار في منطقة الهرم، وبعدين للأسف للأسف حصلت مأساة انها هربت للمرة التانية. طب مش عارف يعني، انا مش قادر اوصف. انا كنت مبسوط قد ايه اللي احنا تسبب في عودة ام بعد 11 سنة، وحزين جدا لهروبها. مأساة تتكرر. ارجو اللي انتوا الست صورتها اهي، لو شفتوها وتعرفتوا عليها خشوا على طارق علام تي في، ولو عندكم نمرة صبر يا جماعة حطوها. هي الست اهي هربت منذ عدة أيام. أنا كنت على التواصل بصبري، قال لي إنه هياخد مكان وهياخدها يوم الخميس. ده صبري أهو كان بيسجد لربنا، وكنت أروح أقابلهم في بولاق يوم الاثنين يعني إمبارح أصور، فبكلمه يوم الأحد قال لي ده هي هربت، وكان منزعج جدا، وأنا معاه برضه. ده النصيب. أرجو لو حد يتعرف على الأم الطيبة دي نساهم في عودتها مرة تانية يا رب يا رب يا رب. طيب بنكمل حربنا على إدمان المخدرات، وهنشوف صورة حزينة لمدمن المخدرات. واحنا بنقول تواصل معانا او مع صندوق مكافحة الإدمان عشان ما تبقاش بهذه الصورة الحزينة السيئة. تعالوا معانا. شوف بيسحبوه ازاي، شوف ماشيينه ازاي، انت ازاي تقبل على نفسك تبقى كده. وصورة تانية اهو نفس الموضوع. طبعا بقى تلاقوا الحاجات الرديئة والحاجات المنعيلة وكل اللي موجود اهو، شوف منتشر في بعض المناطق الشعبية. لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي وصلك لكده؟ بص الشاب ده اللي مفروض انه يبقى في كامل قوته بيشتغل ويتجوز ويعمل، هو اكنه ده حتى عنده اصابة في رجله. صور حزينة. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انت اللي بتفرج عليا دلوقتي بادر انك تروح لأقرب بقى مصحة ولا وتخش صندوق مكافحة الإدمان، لأنه العلاج مجانا. أنا بشكر الدولة وبكرر الشكر كل حلقة، لأنه فعلا اللي احنا بنشوفه دلوقتي من اهتمام قوي وممتد في كل محافظات مصر شيء غير مسبوق بالنسبة لنا. احنا في الحرب دي من سنوات طويلة. أنا أول برنامج قدمته كان ضد المخدرات. الموضوع مستمر مستمر، وهي حرب على فكرة في كل العالم كده، لكن عندنا موضوع زيادة شوية. ليه؟ لأنه الأمة دي لو صحيت محدش هيقف قدامك، هو عاوزك كده. عندنا قصة والمأساة هنشوفها، لكن هنشوف جهود وزارة الداخلية اللي بنشكرها، لأنه حرب القط والفار، الخير والشر هننتصر. هنشوف وكمل معكم. في إطار الملاحقة المستمرة للعناصر الإجرامية من تجار ومروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها في هذا الاتجاه، وتمكنت على مدار 3 أيام من ضبط 36 قاضية اتجار وحيازة مواد مخدرة ب40 متهماً،
بحوزتهم كميات من مخدرات البانجو والحشيش والهيروين والأفيون والستروكس وأقراص مخدرة. وتأتي هذه الحملات بمحيط المدارس والجامعات لضبط مروجي وتجار المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. حلو ده علم مصر، ويبقى كده ممنوع ان اي حاجه تقرب من المدارس. مش كده نفسي حملات النظافه، التجميل، التوعيه تروح هناك. معانا اول قصه ان شاء الله تصل لبر الامان، لانها دخلت تتعالج وتعالجت وخرج تاني دخل في بئر الادمان. اهلا بيك يا ستي. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. احكي لي موضوع ابنك. اولا عنده كام سنه؟ هو عنده 19 سنه يا فندم. عنده 19 سنه، وبعدين هو كان مدمن، كان بيشرب استروكس، وحضرتك بعد كده خدته مصحة. تمام. عالجته، قعد 6 شهور في المصحة، وبعد ما خرج بشهر رجع يشرب تاني. انتوا في منطقة ايه يا ستي؟ منطقة ايه؟ احنا من السيدة زينب، من منطقة 3 الكبش. اه. طب هو بيشتغل ايه؟ كان عامل؟ لا هو ما كانش بيشتغل، هو المفروض كان طالب، وبعدين ساب الدراسة بقى وانحرف يعني. طب جوزك فين طيب؟ يعني الزوج فين؟ الأب فين؟ والله موجود يا فندم، موجود، بس انا جوزي اصلا شغال صنايعي يعني كده، يوم شغال وعشرة لا، بس يعني الحمد لله عالجناه وخف، بس هو رجع بقى تاني، هنعمل ايه؟ طب يعني عاوز اسالك، هل لو دخلناه المصحه للمره الثانيه، ده قعد 6 شهور، ده لازم أيوة يطلع وحش كده، ايه اللي رجعه؟ هل عنده استعداد للعلاج وهينجح ولا ايه؟ والله كان طالع وحش يا استاذ طارق، بس هو الحقيقه الصحبه والمكان اللي احنا عايشين فيه الحقيقه كله كده. بس لا مفيش كله كده، لا ما انا بقابل، لا انا بصور، انا كنت عندكم قريب شفت ناس زي الفل. هو ابنك جنبك؟ كان هنا ولسه نازل دلوقتي، هو قال لي انا عايز اتعالج يا امي، انا تعبت. طب بيجيب فلوس منين بقى؟ والله يا استاذ طارق عايز اقول لك ان هو بيسرق حاجتنا في البيت، وكان بيبهدلنا صراحه يا استاذ طارق، اجهزه كهربائيه وفلوس وكله. انا قلبي معاكي والله، وهنتواصل مع صندوق مكافحه الادمان بشرط ان هو بقى عنده استعداد تام وكامل. عنده لا عنده والله، المره دي عنده، المره فاتت انا خدته خبز عنه. لان هو كان بيبقى ميت في الشارع، والناس كانوا بيندهولي اخده ميت في الشارع. خلاص ان شاء الله ربنا يشفيه. حاضر يا ستي، في حاله ثانيه نحاول نتواصل معاها. ربنا يشفيه يا رب. شكرا ليك يا امي، شكرا. طبعا حالات صعبة جدا، انا مش عارف اقول ايه. هنحاول نتواصل مع الحالة التانية اللي معانا وننتقل لصورة تانية معانا. ايه اللي جاهز عندكم؟ بكمل معاكم حملاتنا لإسعاد المصريين. طبعا في مشروعات، وعندنا 1000 مشروع قدمنا حوالي بتاع 100 ولا 200 لغاية دلوقتي. لكن هبدأ مع بيت الزكاة في محمود، ده عنده المرض اللي عامل زي الشطرنج. هنشوفه كده، وتحياتي لبيت الزكاة وكل اللي بيساعدونا. تعالوا معنا. شفنا حلقة برنامج هو ده بتاع الأستاذ طه علام، وشفنا حالة زيها، ورسلنا الأستاذ طه ورد علينا مشكور، وبعت لنا وكشفنا على الحالة وتابعنا دلوقتي في مستشفى الازهر التخصصي، وربنا يسهل ان شاء الله. نفسي ابني يبقى كويس، نفسي ابني يبقى كويس، وبحب بيلعب بس ما هوش مرتاح برضه يعني. بنلبسه الهدوم، ما بنلبسوش هدوم بنص كم، بنلبسه الهدوم بكم، بيبقى عايز يلبس اشراط ما بيعرفش يلبس اشراط بسبب رجليه. ربنا يسهل ان شاء الله. كابتن محمود جاي من منزله الاهليه، طبعا طبعا استاذ طارق علام بيت الزكاه المصري. محمود عنده 6 سنين، طبعا نفس المشكله برضه عنده، الوحمه المشعره، لكن محمود طبعا الوحمه بتاعته كبيره شويه، هي تقريبا واخده كل حاجه عنده ما عدا اجزاء من ايديه وحته صغيره جدا من صدره،
واجزاء من رجليه. يعني احنا لو قيمنا محمود بالنسبه للوحمه المشعره اللي عنده هي تقريبا بتشغل حوالي 66% او 67%، يعني تقريبا تلتين جسمه عباره عن وحمه مشعره. احنا الاول ان شاء الله هنحاول نستغل المساحات اللي هي الصغيره اللي عنده ان احنا نمددها له بقدر الامكان. ربنا يشفيك يا محمود، وتحياتي لبيت الزكاة وتحياتي لمصر الخير. لما نشوف سامي من أطفيح من الجيزة هياخد دراجة بخارية، بعتولنا على طارق علام تي في نتواصل معاكم. عندنا قصص إنسانية وعندنا أكتر من شيء جميل. تنسوش النهاردة هنقدم لكم تقرير مهم من سانت كاترين. هنشوف سامي من أطفيح، نقول له مبروك وشكرا لمصر الخير. أمل جديد، قصة جديدة من أطفيح من الجيزة، بينضم إلينا من قائمة المقبلين على الحياة، بيندمج، محتاج حاجة بسيطة. سامي أهلا بيك، تعالى. وبحيي مصر الخير اللي بتعمل معنا هذه المشروعات. مش عاوز أقول لكم يعني ده بيعمل نقلة كبيرة. ديك سامي عامل إيه؟ دي سماعات دي ولا إيه؟ لا تليفون. طب ماشي، طمنا عليك. الحمد لله. احكي لي قصتك كده في دقيقة. أنا كنت مولود طبيعي وعند سن سنتين حصل لي سخونية كده، فأخذت إبرة بنسلين غلط من غير اختبار، حصل شلل الاطفال في الطرفين السفليين. يعني حياتك ايه بقى؟ يعني السنوات دي بتشتغل ولا قاعد في البيت ولا بتعمل ايه؟ لا الحمد لله 5% تعينت من ضمن 5%. يعني فين؟ في مجلس المدينه بتاع عطفيه. مجلس مدينة. تروح ولا بتطنش بصراحه؟ طبعا الوحده المحليه بتاع بلدي، فبروح الحمد لله بطنش. على فكره ال 5% مش معناها انك تبقى على الهامش، 5% معناها انك تخش وتندمج وتبقى احسن من اي حد. العجز او الاعاقه ما هي الا اعاقه تفكير وعجز عن التفكير، اما الاعاقه الحركيه عمرها ما شغال بجد. يعني الحمد لله. الحمد لله. وقدمت على الصفحه، كان نفسك فيه؟ انا بصراحه كان نفسي في حاجه تدر لي دخل، ده تزود الدخل. خلاص بقى تروسيكل تشتغل تنقل بيه مثلا بضاعه تعمل بيها. اولادي انا ماشي، اولادي ماشي، يعني ابني الكبير ده متعدي اعاقه، ده هيبقى ليك انت بس. يعني هيبقى عامل مساعد، يعني ابني هيبقى عامل مساعد معايا. يعني نتمنى اللي زي سامي، نتمنى كل اللي مقفول عليهم يطلعوا ويساعدوا ويربوا ولاده احسن تربيه. هو ده الكفاح، هو ده النجاح، دي القصص اللي احنا بنتبناها، دي القصص اللي احنا بنرحب بيها في برنامج. هو ده. ابعتوا لنا على طارق علام تي في ونشوف. عم سامي تعالى معايا، خش على التورسيكل ده، نقول لك الف الف مبروك وبحيي مصر الخير. سامي معانا في هذا المعروف، في هذا العمل. خليك دايما وش الخير، احساسك ايه وانت على المكنه بقى؟ الحمد لله، احساس ان انا بقهر شيء ممكن كان يبقى عائق ليا، انما الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ما عاوزك تكلم ربنا تقول الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يا رب، عشان دعائك ده فيه العشرات هيجيلوه. يعني الحمد لله، ربنا يجزي خير كل اللي بيشارك على رسم البسمه على وجه اي حد، وهي من ضمن موجبات المغفره. ادخال البسمه على اي شخص دي من ضمن موجبات المغفره من ربنا سبحانه وتعالى. مشروع جميل لشخص يستحقه، ابعتوا لنا نتواصل معاكم. ومع مصر الخير في عندنا بعض المفاجآت، احنا بنزود بعض الارقام بعض الاعداد، منهم العمليات بتاعة السمع. عندنا قائمة طويلة لكن لفت نظري بالصوت والصورة. ندى، مش عارف منين ندى، بعت لنا ندى اسامة حوالي 160 كيلو، نشوفه كمل معاكم وتنضم معانا القائمة ان شاء الله. ممكن نشوفها بتعمل عملية تصلح ولا لا. شوفوا معانا ندى في فقرة السمنة مع مصر الخير. مساء
السلام عليكم، انا ندى، عندي 18 سنه، انا 154 كيلو، دي اخر مره وزنت نفسي. كنت بكلم استاذ طارق علام عشان اشترك في الحمله بتاعه التخسيس ان شاء الله، يعني يقبلوني عشان بس هو والله يعني انا تعبت جدا من انظمه الرجيم، ويعني من ساعه ما اتولدت تقريبا وانا عامل رجيم ومش نافع. انا بمشي مع اصحابي اخر الشارع بقف، يعني انا اقول لهم لا هاتوا لي توك توك او اي حاجه، انا مش هعرف امشي. بتقف ليه يا ندى؟ تمشي لغايه اخر الشارع تقف ليه؟ قولي لي، رد عليا يا ندى. ازيك يا ندى الاول؟ من المشي جامد يعني. ازيك يا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. انت طالبه في سنه كام؟ ندى انت طالبه؟ انا طالبه المفروض في ثالثه ثانوي. مفروض؟ ايه منازل بقى ولا ايه؟ ولا بتاخد دروس ولا ايه؟ لا انا عملت تحويل مسار في الاول من صنايع للتجاره، فعشان كده عدت سنه. تجاره كلها شطاره، مش مشكله يعني. يعني حاجات سهله. انت 157 زي ما قلت او 154؟ 154، دي اخر مره وزنت يعني تقريبا من شهر. طب هل ممكن البرنامج الطبي الغذائي يمشي معاكي ولا لازم عمليه؟ يعني هل رحت للطبيب او حاجه؟ هو انا رحت لدكاتره كتير برضه، ما ينفعش معايا نظام رجيم، وعملت ورحت الجيم كتير وبتعب، يعني رجلي بتورم على طول وما بقدرش يعني. انت منين يا ندى؟ جربت ادويه كتير فبرضه ما ينفعش معايا، فعشان كده لا يعني كنت عايزه اعمل عمليه. منين انت يا ندى؟ منين؟ انا من اكتوبر. من اكتوبر جنبينا هنا، ندى اسامه. بشكرك يا ندى، وانا اتواصل معاكي وان شاء الله، يعني احنا بنقول فوق ال 200 بس انا عشان الرساله بتاعتك وانك في سن نقول عليه يعني ايه ثانويه عامه في او سنه اولى في الكليه، فقلت نشوف حالتك وهنتواصل معاكي وتنضمي الينا ان شاء الله مع مصر الخير ان شاء الله. ان شاء الله مع الدكتور تاج اللي بشكره بتعاون معانا، كنت بكلمه انه نقدم حالات اكتر، هنتواصل معاكم ونقول لكم ايه الجديد، ابعتوا لنا على طارق علام تي في نشوفه. برضه عندنا مشروعات في مياده من ذوي الهمم، سعيد اللي انا بشوفها وتعمل المشروع ده، مبروك ليك يا مياده مع نصر الخير وبرنامج هو ده. بنبدا معاكم حكايه جديده، قصه جديده، نجاح، مشروعات صغيره، مكنه الخياطه. دي بنقول عليها يعني بتاعت اللي بيشتغلوا عشان مثلا تعمل في اليوم 50 قطعه 40 30 20. احسن ما تنزل، احسن ما تخرج، بس يا ريت تكون مرتبطه مع محل يوزع، مع شركه. دي الصناعات متناهية الصغر أو متوسطة أو ضعيفة، بس لازم يكون معاها تشتغل مع حد يوزع. دي دايرة كاملة اللي احنا نفسنا نشوفها، وقدمتها قبل كده من الصين واتعملت في مصر هنا. معانا ميادة من الوراق، تعالي اتفضلي يا ميادة. كانت كتبت على صفحة البرنامج في 1000 مشروع. ازيك يا ميادة؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. شفتك قبل كده؟ ما انا في دار ياسمينة هنا. وانت حضرتك؟ بتلعب رياضة أو حاجة؟ كنت بلعب. خدت مشروع قبل كده؟ لا. أول مرة؟ سألي أنت ساعدت قبل كده؟ فاكر؟ لا مش أنا. مش أنت؟ لا بضحك معاك. وأنا بقى. أنت نفسك في إيه؟ أنا نفسي في مشروع صغير أعمله، عشان كده كلمت حضرتك وطلبت المكنة. هو ده؟ طيب هتشتغلي إزاي؟ أهم حاجة. هو أنا كنت شغالة في مصنع، بس أنا طبعا عشان ظروف صحية فما قدرتش إن أنا أروح المصنع كتير، فطلبت من حضرتك المكنة إن أنا أجيبها في البيت، يعني حاجة تساعدني كده الدخل بتاعي يزيد شوية، من شوية لشوية هعمل مصنع صغير كده على قدي. يعني هتجيبي القماش المصنع تعمليه عندك، ولا هتعملي أنت حاجات للناس اللي حواليك؟ حاجة للناس اللي حواليك. لا نفسي تخشي مع شركة، نفسي تخشي مع شركة. ما هو أنا مش، لا ما بعرفش ألاقي، ما بعرفش أدور، بحتار يعني. بس المهم ميادة من الوراق هي من ذوي الهمم، المشروع ده بقول لك مبروك، بتكسبي ده مع مصر الخير. الف مبروك. متشكرة يا استاذ، متشكرة، الف شكر. مبروك، وبعتوا لنا على صفحتنا وبشكر مصر الخير، مستقبل جديد، امل جديد مع برنامج هو ده. مبروك يا ميادة. متشكرة يا استاذ طارق، الف مبروك، متشكرة مصر الخير. كل الجروح لها دواء، يا طير يا حايم في الهوى، اطوي الجناح على الجيران، اطوي الجناح على
في منتهى السعادة، سعادة بالغة في هذه الفقرة، فقرة المشروعات مع مصر الخير، مع دار الأرمان، مع بيت الزكاة. نقدم لكم مشروعات عديدة، ابعتوا لنا طارق علام تي في، نتواصل معكم على الخاص. اوعى حد يكتب بره بعد اذنكم على الخاص، عشان في ناس بتاخد التليفونات تكلمهم. احنا تبع طارق ويعملوا مش تبعنا، احنا لنا طريقة انتوا عارفينها، تواصلوا معانا على الخاص فقط. مبروك كل كسب. وفي عندنا كمان عروسة بتنضم، عايزين نساعدكم. انا مش عارف نعمل كام فقرة، نفسي نعمل 30 فقرة. مبروك يا زينب، تعال نشوف زينب وبحيي مصر الخير مع جهاز العروسين، تعالوا معنا. انا اسمي زينب من شبرا، كنت بتابع استاذ طارق علام من ايام كلام من دهب، دلوقتي بتابع معاه برنامج هو ده. سمعت ان هو بيقدم جواز للعرايس، قلت لماما اقدم فيه، قالت لي قدمي مش هنخسر حاجه، قدم. والصراحه لقيته بيتصل بيا ويقول لي انت كسبتي في جايزه برنامج العرايس وجاي عشان استلم الحاجه بتاعتك. واشكره جدا جدا ان هو ما كنتش متوقع اصلا ان الحاجه دي تيجي. لقاء جديد، رحله جديده من حالات الحياه، وجايزه بنقدمها احنا بناتنا اللي بعتت على الصفحه وكسبت معانا مع مصر الخير جهاز العرسين. تعالي اتفضلي. ازيك؟ مبروك. كان تقولي مكسوفه، مكسوفه ليه؟ دي جايزه. اسمك ايه؟ اسمي زينب. زينب فرحك امتى ان شاء الله؟ شهر 12. لا خلاص، كلها كم يوم يعني؟ اهو. انت طالبه ولا خلصتي ولا ايه؟ لا سايبه المدرسه من نقعد في البابا. هنلغي الجايزه، لازم يبقى فيه تعليم، لازم على الاقل تعليم اساسي. يعني في تعليم بس يعني اللي هو ايه، هتجوز بقى وماما عندها اخت تاني فهي تكمل مكاني. ربنا يعينك. الله يكرمك. شكرا. الارتباط يعني تم كده عائلي ولا كان في؟ لا لا، كنت عامله كاتبه كتاب اشهار جامد في الجامع، وكنت عامله شبكه. اقصد يعني هو جه خطبك في البيت ولا انت كنت مثلا اتعرف عليكي في الشغل؟ لا لا، جه طلبنا من البيت، احنا جيران. مبروك ليك يا زينب. الله يبارك فيك. ما تكسفيش، دي جايزه. الله يبارك فيك. كمل معاكم، مبروك لزينب، ابعتوا لنا على طارق علام تي في عشان نشوف مين يكسب معانا الجائزه، جائزه الحب. مبروك لزينب الجائزه. مبروك ليك. شكرا. ألف مبروك يا زينب. طب بقى المشكلة الأخيرة في الجزء ده، لأن عندنا الجزء القادم مهم جدا، من أجمل أماكن في العالم، هتشوفوا المكان اللي ربنا تجلى فيه، وهنشوف عين موسى، رحلة كبيرة مهمة جدا لكل اللي بيحب مصر. لكن معانا زوجة محمد. محمد كان بيشتغل في شركة، حصلت له مشكلة، مش عارفة في السجن دلوقتي ولا إيه. أهلا بيك يا ستي. السلام عليكم، إزي حضرتك يا أستاذ طارق؟ أهلا بيكي وكل سنة وأنت طيبة، واتفضلي قولي المشكلة إيه. انا جوزي كان شغال في شركه وطلع على عجز وعلى حاليا حكم، وهو يعني مش في البيت دلوقتي، يعني هو ما بيجيش البيت بسبب الحكم اللي عندي ده. معلش واحده واحده، شركه قطاع خاص ولا حكومه ولا ايه؟ شركه قطاع خاص. طيب حصل له عجز، اتسرق ولا هو خده ولا ايه يعني؟ والله اتسرق يا استاذ والله، وحسبنا الله ونعم الوكيل والله في اللي عمله فيه كده والله. يعني دي شركه ايه، مقاولات ولا شركه ايه؟ ينفع اقول ولا ما ينفعش؟ لا قولي نوع النشاط، مش بلاش اسمها، شركة ايه؟ هي تغذية، مواد غذائية يعني. مواد غذائية. ايوه. فحصل عجز في العهد عنده، فقدر ب 40,000 جنيه. ايوه ايوه، وحاليا على حكم، واحنا والله العظيم ظروفنا صعبة، هو اساسا مش في البيت معايا دلوقتي، يعني بيجي تخاطيط كده عشان الحكم برضه اللي عليه. بس انا بتكلم معاكي بس مش قادر، يعني ده بتبقى الغارمين، في ناس بتاخد قروض صغيرة أو حاجة. مش عارف اقول هو بريء من اللي حصل ده ولا هو كان، انا مش عارف والله. بص يا استاذ طارق والله والله، كمان مره ربنا اللي يعلم، فعلا ربنا اللي يعلم والله. حاضر يا ست، حاضر. طب هو عليه حكم بكام؟ على حكم اللي بالسجن ودفع المبلغ. المبلغ 40,000 جنيه؟ 40,000، احنا كنا موصلين تقريبا يجي 12، معرفش بقى انت يخصمهم ولا لا ولا لا. لازم تخصموا بقى، دول مش زي بتوع الغارمين يعني، انتوا اللي بقى عليكم 28,000 يعني. ما احنا معرفش بقى البنك هيحسبهم دول فوائد التاخير ولا وده تبع بنك يعني ولا تبع ايه؟ ولا يعني القضيه دي تبع بنك؟ ايوه تبع بنك تبعنا هنا، ينفع اقوله ولا بقول البنك؟ انا يعني بنك قطر الوطني الاهلي في الفيوم.
انتم الفيوم. ايوه. هنشوف، هو الموضوع شائك لكن اتمنى السلامه لكل اهالينا اللي تعرض لازمه. هنفترض انه في براءه حتى يتم التحقق من ده. هنشوف، هنتواصل مع المجموعه الكبيره اللي بتشتغل معنا. عاوز اقول لكم اسعاد المصريين، الفقره اللي بنقدمها في برنامج هو ده، سواء مشروعات او درجات بخاريه او كراسي كهرباء، انا بهتم بالمشروعات الفتره القادمه بجانب العمليات. ان شاء الله يبقى في حمله كبيره لعمليات القلب، ابعتوا لنا على طارق علام تي في على الخاص عشان نشوف التواصل معاكم. بالاضافه لموضوع السمنه وعمليات الشفاء الارنبيه، موضوع البقع اللي في الجسم، حاجات كتير قوي، والعرايس والارسان. ربنا يسعدكم جميعا. بعد الفاصل اخدكم ونروح حلم جميل في منطقه سانت كاترين، كنت هناك من يومين. لما يعني حتى كان رئيس السادات يقول لك المنطقه اللي ربنا تجلى فيها، قالها في الكنيست وقالها في كل حته. يعني ايه؟ ايه المكان ده اللي بيشوفنا لاول مره اللي هيتابع معانا؟ نقدم لكم بعض الاسرار ونفسنا في ايه في منطقه سانت كاترين. بعد الفاصل نتواصل معاكم برنامج هو ده. رجعنا معاكم. اجمل مكان في العالم، المكان اللي الحمد لله فيه تركيز كبير دلوقتي وفي تطورات جميله انشائيه سياحيه على كل الاوجه، تقريبا اكثر من 6 أو 7 وزراء موجودين، كانوا موجودين في منطقه سانت كاترين. المنطقه دي يعني قبل ما نخش سانت كاترين، هي مرتبطه دينيا بمكان منطقه عين موسى، منطقه راس سدر، اللي فيه بعض اليهود بيجوا بيعملوا رحله الحج من راس سدر لغايه سانت كاترين. وعلى فكرة الطريق ده كان فيه مشاكل كثيرة، بقى زي الفل، وكان بيتاخد في 15 ساعة بقى في 3-4 ساعات. عايز اقول لكم المكان ده مش موجود زي في العالم. دي المنطقة بتاعت عيون موسى في راس سدر، دي متصلة دينيا، ودي المنطقة اللي كان فيها سيدنا موسى، منطقة العيون. طبعا في بعض العيون تم اغلاقها، في اكتر من عين فيها لسه المية موجودة لغاية دلوقتي. الحج بتاع اليهود بيبدأ من هذه المنطقة حتى منطقة سانت كاترين، حتى الشجرة المقدسة بتوعه. المكان ده غالي علينا جدا، لازم نعرف قيمة بلدنا، يعني ايه ربنا تجلى في هذا المكان. كان صديقي احمد طه عمل فيلم، كان عامل برنامج عن كليم الله سيدنا موسى، هنشوف منه جزء، وانا قلت له يعني تشوف جزء من الفيلم ده بيحكي قصة. القصة دي هي قصة تاريخ الانسانية، ايه البلد العظيمة دي؟ هنشوف الجزء ده عشان نعرف معلومة مهمة لينا كمصريين، تعرف كم نبي جه هنا، ربنا تجلى هنا، ايه القصة دي، ايه الحكاية دي، تعالوا نشوف. ووصل موسى إلى مكان النار، فوجدها تخرج من شجرة ذات أوراق خضراء. كانت الشجرة في جبل غربي عن يمينه، وتعجب موسى من الأمر بعد أن سكنت الرياح في الوادي، وادي طوى على جبل الطور في سيناء. ووضع موسى يديه على عينيه من شدة النور، وتساءل أهي نار أم نور؟ وشعر موسى بالخوف وقرر الهروب سريعا، ولكنه توقف فجأة، وفجأة ارتج الوادي واهتزت الأرض من تحت قدميه، وسمع موسى صوت الله عز وجل يأتي له من كل اتجاه، وهو يقول له
يا موسى، فرد وهو يرتعش من الخوف وينظر في كل اتجاه وقال: من؟ فقال له الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس طوى، ساعتها اللي انا كنت هناك واللي هيروح هناك، دي الشجره، الشجره دي حاولوا بعض الناس يعني ياخدوا منها فرع يعملوا ويزرعوا، دي بقى لها الاف السنين كده ولا بتتسقي ولا هي كده، ولا يستنسخ منها ولا تنقل، هي كده من ايام سيدنا موسى عليه السلام. المكان اللي خر فيه هتلاقوا فيه جدار، فيه غرفه اللي هي بتاعت البابا بتاعت الكنيسة، موجود جوه، وبيحصل لنا الشرف والتوفيق من عند ربنا بنخش في المكان ده، تحس بهذه القيمة العالية. وهناك بتشوف طاقة إيجابية، هناك بتشوف البركة والتبرك الذي باركنا حوله لما اتقالت. تخيل مكان فيه صوت ربنا، ربنا اتكلم فيه، تجلى فيه، زي كنت بقول الكلمة هناك في المؤتمر، محدش يعرف يعني ايه معنى تجلى ربنا في هذا المكان، شيء عظيم. هنشوف اللقاء بتاع وانا هناك عند الشجرة، وجزء كمان من اللقاء عند البئر اللي موجودة في هذه المنطقة في الكنيسة هناك، اللي بحيي كل الناس العظام اللي موجودين. المكان ده مكان لا يوصف، لا يوصف. وبالمناسبة هي كنيسة يونانية، والمطران هناك خد الجنسية المصري، ربنا يديله الصحة، ومستقبلنا أحسن استقبال، وبناكل عندهم بالعيش والزيتون، والأكل بتاعهم صحي. هناك كل طاقة إيجابية، كل عوامل الصحة تبقى موجودة هناك. بدعوا أهلنا وناسنا روحوا هناك، هناك جزء بره الدنيا. إيه الجمال ده؟ تعالوا نشوف. فينا معنى إيه؟ كل ده عشان إيه؟ هو إيه في الكون زايد عليه؟ فينا، فينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. ربنا اختار هذا المكان، هل نحن على قدر هذه المسؤولية؟ دي مسؤولية تاريخية أمام الأجيال، قدام ربنا. نيجي نشوف الشجرة المعلقة دي بهذا الطول، بجدرها اللي موجود جوه، لا بتزيد ولا بتنقص، ولا ينفع ان حاجة تتزرع جنبيها عبر الأجيال وعبر سنوات طويلة. من هذا المكان اللي بنقدمه للعالم، ربنا تجلى هنا، وبعد هذا الجدار هنا هو بالتحديد، ويمكن ربنا أكرمنا اللي احنا دخلنا جوه، هنا هو سجد سيدنا موسى خلف هذا الجدار. طبعا لا يعني الكنيسة بنيت في القرن السادس، ما كانش فيه هذا الجدار. هنا الشجرة المعلقة، وهنا إني ألس نارا. هنا بنتكلم على قصة السنين، قصة الأديان، بنتكلم على حلم أنور السادات، مجمع الأديان. مفيش مكان في العالم ربنا إداه هذه الميزة، مش كده؟ دي مسؤولية قدامنا، قدام ربنا، قدام شعبنا، قدام العالم. عزم مشاهدين، هنا بنشوف اللوحات اللي بنسجل عليها القصة، بنسجل عليها هنا، والراعي بنتكلم أمام البير الأثري اللي موجود، لو تشوفوا الصورة من تحت، والمجسم لسه المية موجودة، أنا شربت منها من حوالي ربع ساعة، من أجمل ما يكون. دي طبعا بقى لها سنوات طويلة، الدير ده زي ما بنقول لكم من القرن السادس الميلادي. يعني شوف احنا بنتكلم في سنة كام؟ فينا معنى ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ فينا، فينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. تحية لمحافظ جنوب سيناء، وتحية لأهل جنوب سيناء اللي بيقابلونا بالترحاب، الناس اللي بقالهم سنوات طويلة موجودة هناك
والمكان ده أنا نفسي يبقى فيه كل أسبوع كل شهر ما لا يقل عن 30,000 40,000 50,000. نفسي يبقى فيه مجموعة من الفنادق الصغيرة البيئية اللي تتناسب مع هذا المكان المسجل في اليونسكو اللي نفتخر به أمام العالم. وزي ما قلت في كلمتي وهنشوف دلوقتي، كنا بنتكلم خلال 5 سنوات، رحت هناك 5 سنين على البنية الأساسية، المطار، الطرق، أشياء عظيمة اتعملت. ناقص بقى الإبداع ونعمل حاجات جديدة. تعالوا نشوف جزء من لقاءاتنا والمؤتمر اللي اتعمل في معا نصلي من أجل سيناء، من أجل سانت كاترين، من أجل كل الإنسانية. معا نصلي هناك في المكان ملتقى كل الأديان، يهودية، مسيحية، إسلام. نتكلم على السلام، نتكلم على الحب، نتكلم على الأخاء. هنشوف لقطات وأكمل معاكم حلمي ورسالتي لمصر وللعالم. هذا المكان اللي ربنا تجلى فيه لازم يبقى فيه الآلاف. قول يا رب تعالوا نروح هناك في سانت كاترين ونشوف المؤتمر العظيم الكبير اللي كان موجود هناك. وبوجه ليكم التحية وبقول لكم يعني أهلا بيكم ومرحب في مدينة سانت كاترين. المدينة دي اتحطت على العالمية، أعتقد أنها اتحطت على العالمية، ده خامس منطقة بنعمله سويا. وكل سنة حضراتكم بتشوفوا تغييرات بتتم على أرض المحافظة. أدينه للدياني، أدينه للدياني جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام. لا إقامة في الدين قد تبين الرشد من الفهم. ركاب ونيجي نحضر كل حاجة الحقيقة المحافظة بتنظمها، لأن بتبقى رسالة وطنية مهمة جدا. نحن نعمل هنا مهرجان لمدة شهر، لمدة 3 شهور، كل 3 شهور نجيب مجموعة من الشباب الفنان التشكيلي، نجمعهم ازاي، نعمل لهم ازاي، نحط معايير يجوا هنا يرسموا، يعملوا لوحات، يعملوا حاجة كل 3 شهور، وقيموا هنا في نودل الشباب. اتمنى من وزارة السياحة ان يتعمل 5 و6 و7 و10 فنادق، نجمتين وثلاثة. المناطق دي لمعايير بيئية معروف في منطقة الذهب، حاجات كلها طبيعية احنا عايزينها. احنا عاوزين نحافظ على المحمية دي. احنا بنطلب من وزارة البيئة باسم هذا اليوم ان تزرع هنا 100 شجرة، 1000 شجرة من الحاجات النادرة اللي موجودة اللي انت شايفينها قدامكم دي. الحاجات دي، المكان ده هنا تل، فلينزل كل انواع المكسرات اللي انتوا عارفينها هنا بس في مصر. هو المكان ده الوحيد. احنا نطلب يبقى فيه 1000 شجرة هنا. احنا عاوزين نعمرها، عاوزين نعمل اوت بوكس، عاوزين نشوف افكار الشباب، عاوزين معارضة الهجرة اللي يبقى عندنا هنا في اسبوع كل شهر، سواء بقى يجوا جايزة، يجوا باشكال مختلفة عشان نعمل دعوة للمكان ده. الطلب الاخير وهو ده اللي كل العالم بيشتغل عليه، بيشتغل على بوزيتيف انرجي زي ما قلت في التبرع. انا اعرف ناس بتروح تايلاند تاخد كورس في الطاقة الايجابية بيدفعوا 2,000 و5,000 دولار. اعتقد ان احنا ممكن نعمل هنا تأسيس لهذه الاماكن، سيشنز تتعمل مع وزارة السياحة، وزارة البيئة، وزارة الصحة. احنا عاوزين افكار جديدة. ادخلوها في سلام آمنين.
سعيد جدا كمصري بانبهار الاجانب هنا اللي شافوه، بيقول لك ليله من الف ليله. قالوا وات ا داي، وات ا داي، والله ليله جميله ويوم جميل هنا في سانت كاترين اللي هتبقى ان شاء الله من الاماكن الدينيه العالميه. لما اذا نحلم نبقى هنا في مليون في السنه، مش كتير، 100,000 كل شهر مش كتير على المكان ده اقل حاجه. هيا نصلي معا. ده كان مهرجاننا وكان احتفال قومي، كان احتفال دولي، احتفال عالمي بحضور عدد من الشخصيات العامة من الوزراء المسؤولين. المطار هناك قريبا زي ما المحافظ اعلن ان شاء الله هيبقى فيه اضاءة ليلي. وزارة السياحة كانت موجودة، يمكن ما كانتش موجودة في المؤتمر ده. هيبقى فيه كثير من الفعاليات، كثير من الانشطة، وان شاء الله نشوف الالاف بل الملايين في هذا المكان الذي يستحق ان يبقى فيه على الاقل مليون واحد سنويا. 100,000 في الشهر مش كتير على هذا المكان. نشوف ازاي نجيب دول، ازاي نقدر نكتر هذه الارقام بشكل دولي بشكل محلي من خلال شبابنا. لازم يروحوا يعرفوا بلدنا، هذا المكان المتفرد على مستوى العالم، مكان ديني بيئي سياحي، مكان تجلى فيه ربنا، مكان ده فيه سر مصر، فيه روح مصر، فيه قلب مصر. كان رئيس السادات اللي الصراحة بتاعته كنا في العام الماضي كنا صورناه وكان فيها شروخ، وطالبنا مع وزيرة الثقافة ان يتم ترميمه. السنة دي ترممت، مصر فيها حاجات بتتغير بتتطور. شكرا لكم، خلصت الحلقة، خلصت اللقاءات. معادي معاكم الثلاث القادم، ابعتونا على طارق علام تي في نتواصل معاكم. والإعادة بكرة الساعة 7 مساء، 7 صباحا، ويوم الخميس الساعة 9 صباحا. بعتوا لي على طارق علام تي في، نشوف افكاركم، نشوف احلامنا، وبدعوا لبلدي، بلدي مصر بالنصر. والايام اللي جايه اللي بنشوف فيها عراك دولي، بنشوف فيها خناقه دوليه، بنشوف فيها لخبطه، خلي بالكم اللي بره لينفصل عن جوه. بصوا وشوفوا اوزنوا المسائل، الحرب عامله ازاي على الشرق الاوسط كله. احنا مش في معزل عن ده، لكن ربنا حمينا وبلدنا محميه. بيكم، بدعائكم، بالسيدات، بالطيبين، بالناس الجدعان. أقابلكم الأسبوع القادم مع تحياتي وتحيات فريق العمل. شكرا لكم مع برنامج هو ده.